السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين وعدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات God of War. هنا وصلنا يا اصدقاء في المقطع السابق. الشيء الذي فعلناه هو اننا قمنا بالالتقاء بالنورمز، والان الشيء الذي سنفعله هو اننا سنتعارك ضد هذا البوس. كما تشاهدون لقد جاء الكلب المغفل حسن يافري سديدي عليه. مشكله هذا الشخص هو انه سيصيبكم يا اصدقاء، لهذا السبب يجب عليكم التسديد عليه في وقت واو. لا لا لا، هذا خطير حسن يافري، يدمره خطير هذا المغفل يا اصدقاء. راقبه، والان سيحاول الاقتراب. ممتاز، ساهرب مره اخرى. جيد، والان دوري. الشيء الذي عليكم فعله ضد هذا المغفل هو انتظاره، لا يجب التسرع نهائيا. حسنا يا فريا، دمري ذلك الكلب. احسننا، ساقوم باصابته الان. هيا دمري ذلك المغفل هناك في الفوق. دمري هذا الصغير. مشكل، قام بولاده صديقه الاخر. المشكل هو ان ذلك الكلب، حسنا دمره. لا تستطيع تدميره معنا. حسنا دمري هذا، بوم، كي نقوم بانهائه. وذلك الكلب سأحاول تدميره بتلك الطريقة. جيد، والآن سنركز على هذا المغفل، إنه خطير صراحة بلا كذب. ها هو جاي، سأقترب من فريا وسأقول لكم الاستراتيجية. الآن يا فريا، الآن جاي، لقد قمت بحصاري في البرق كما تشاهدون. لم يفهم أي شيء المغفل. هو الآن ينتظرني، ها هو سيأتي. جيد، هربت. الآن يا فريا، جيد، سأحاول تدميره بتلك الاستراتيجية. اهرب. مشكل يا كريتوس، ماذا تفعل يا كريتوس؟ هيا دمري. ها هو سيحاول المجيء. لا، لم يأتي عندي بعد. حسنا، نقوم بأخذ الهيلت. بوس، واو، دمري هذا. أحسنتي، دمري الشخص الآخر. ممتاز، سأحاول إنهاء أولئك الكلاب. هذا المغفل كذلك أصبته بالنار، الآن سأحاول ضربه تلك الاستراتيجية. وبهذا نحن قمنا بإنهاء. هو قوي، يستطيع تحمل الضربات، لكن إذا استطعتم كسر درعه ستكون هنا بسهولة، لأنه هو أكبر جبان في التاريخ. الآن سنقوم بتدمير ذلك المغفل بتلك الطريقة بسهولة. على فريا إصابة أولئك الكلاب، إذا لم تصيبهم لا يمكنكم نهائيا إصابتهم، لا بالأكس ولا كذلك بالفليمز أوف كيوس. وهناك يا أصدقاء هاتان الكنوز، هنا رأيتم أحد الملوك في هذا المكان، لقد قام بتخبئة الكنوز هنا، يعتقد بأنه سيعيش مدى الحياة، وذلك الملك هو. رأيتموه؟ آه، ولقد تجمد الآن ومات هنا وخبأ الكنوز أسفل من الأرض. صراحة هؤلاء الملوك فإنهم يضحكون كثيرا، لأنهم يخافون على ملكهم. الملك يا صديقي رغم أن لديه أموال طائلة جدا، لكن تخيل الطعام الذي يأكله فإنه يخيفه. عندما يريد أكل الطعام فإنه يشعر بالخوف، لأنه لا يثق يا أصدقاء في العمال. ممكن أن يقوم أحد العمال بتسميمه. الآن سنفعل آخر شيء، وهو أني أحتاج لذلك الرقم الذي اسمه الآر لكي نستطيع فتحه. شيست، الرقم الذي اسمه الار 100% سيكون في الفوق. حسنا، هيا لكي نصعد ونكتشف. نقوم بدفع هذا لتلك الضفة على اليسار. الالغاز صراحة في هذه اللعبة ليست صعبة كثيرة، هي سهلة. والان سنصعد هنا من هذه الضفة. مشكلتها الوحيدة هي ان تحتاج منكم بعض من الوقت لكي تستطيعوا فقط رؤية اللغز واكتشاف تقريبا كيف يمكنكم فتحه. تحتاجون بعض من الوقت، وعليكم سماع كذلك الشخصيات. في بعض الاحيان الشخصيات التي معكم فانها تقوم بمساعدتكم. نعم، وها هي الار موجودة هناك. استطيع الوصول لها. جاي، قمنا باشعالها بدون ان نحتاج للايروز الخاصه بفريا. وتقريبا لديكم 3 حروف بسهوله يمكنكم ايجادها، لهذا السبب لا اريد تضيع الوقت في اظهار هذه الاشياء. وبهذا يا رفاقي اعتقد نعم قمنا برفع الهيلث. الان سنحتاج لاربعه من تشيسات لكي نستطيع الاستمرار. وهي يا اصدقاء سنتابع الطريق وسنكشف ما يمكننا فعله. وبعد مده ليست بالطويله من اللعب وصلت لهذا المكان. هناك مهمه ثانويه لديها علاقه بأحد الأشخاص هنا، هي لكي نكتشفها يا رفاق ونرى هل في إمكاننا الفوز ضد هذا الوحش أم لا. نقب، واو، هذا بوس اسمه فرايكني دزيليس. بوم، هربت. كيف سأستطيع العراك ضد هذا؟ لازلت لحد الآن. أهرب، هيا الآن، وهرب. رقبوا، ممتاز، هرب، أهرب. واو، هذه هجمات قوية هذا المغفل. هيا أهرب. مشكل. جاي، استطعت الهروب. الآن سأحاول تسديد عليه بتلك الطريقة. كذلك فريا قامت بتسديد عليه، دمرته. الآن سأقوم بمال الأكس وسأنتظر لكي أكتشف ماذا سيفعل. هو الآن يريد المجيء عندي. أقبو، ممتاز، هربت مرة أخرى. الآن سأحاول إصابته. جيد، جمدت كلب. ممتاز، هربت. الآن فرصتي. المهم، كلما هربت كلما كان في إمكاني تدميره. الآن ماذا سيفعل؟ ممتاز، هربت مرة أخرى. جيد، هناك لديه هجمتان الآن. ممتاز، وهذه هي فرصتي. جيد،
سأحاول إن نقوم بتشغيل البليدز أوف كيوس لكي أقوم باستعمال سبيشال أتاك بالبليدز أوف كيوس. ليتس جو. لحد الآن أنا ألعب بشكل جيد. نقوم بأخذ الهيلت، ننتظره حتى يفعل هجمته. والآن سأذهب عنده، سأحاول إصابته يا أصدقاء بالبليدز أوف كيوس. جيد، الآن أصيبه بالبرق. جيد، أصابته بالبرق. ليتس جو، سأحاول إصابته كذلك. روعة دمار. جيد. لست متأكد ماذا يقول بالضبط، يقول شيء ما ماي كينج، هيلب مي ماي كينج أو شيء من هذا القبيل. والآن الهجمة، واو لا أصابني. يا للروعة صراحة، تلك الهجمة خطيرة. هيا أهرب الآن الرج، هجمة خطيرة تلك. رأيتم قام بإنزال هيكلي بطريقة جنونية جدا. خطير هذا، خطير. إذا غفلتم ولو لثانية واحدة سيدمركم. أحسن. هيا بسرعة. أنا الآن أفعل سماشين يا أصدقاء للإل واحد. جي فعلت لها سماشين بلا كذب. سأنتظره الآن حتى يأتي. ممتاز، هاتي هي فرصتي. هيا، جيد، أصابته جيدا. الآن ممتاز، جمدته، دمرته. ليتس جو، عد للوراء. لا أترك له المجال نهائيا. أهرب. هيا، لا سيصيبني. مشكلة. عرفته. علي العودة. أين هي تلك الهيلت؟ الآن سأضطر لكي أقوم باستعمال تلك. أردت الذهاب لتلك الهيلت هناك في الأرض بالقرب مني. هاتي، أردت أخذ هاتي. والكلب هجم. هيا، ممتاز. الآن فرصتي، سيرتاح. لا، الكلب أصابني، لم يرتاح. فعلها 3 مرات. مشكل. ممتاز، المرة الأولى، ثانية، ثالثة، والآن فرصتي. لا، أصابني. الحمد لله. يجب. هيا، ممتاز، المرة الأولى، ثانية، ليتس جو. الآن ثالثة. جيد، هربت. بدأت أفهمه. عندما يقترب من الموت فإن سيأتي عندكم 3 مرات الكلب. هيا، عود لورا. ماذا سيفعل الآن؟ ممتاز، المرة الأولى، ثانية، ثالثة. ممتاز، ها هي. هيا، الرابعة. الآن نايف مي ماي كينج، ليتس جو. هربت مرة أخرى. ممتاز، هربت. بقيت هاتي. جيد، هربت. الآن فرصتنا. جيد. سأحاول إنهاء في هذه الأثناء. سكي ألفا. لا، ننتظر. واو، رقم الهيلز. واو، خطير هذا البوس. وعدت لكم يا أصدقاء، اكتشفت استراتيجية هذا المغفل. لن يفوز علينا الآن. هيا، راقبوا. ممتاز. هيا، أهرب بالخلف منه. الآن لا، هرب. لا مشكل، أهرب بالخلف منه. جيد، الآن فرصتنا. عندما يقوم بفعل الهيفي أتاك عليكم تدميره يا أصدقاء. رغم أن الهيلث لم تنزل، لكن قررت تشغيل الريج لكي أحاول يا أصدقائي إنهاء هذه المعركة الآن وفورا. أن الريج ستنفعني يا رفاقي الأوفياء، وستقوم بإنزال الهيلث لا شيء ما. سنقوم برفع كذلك الدامج. الآن نعود للأكس، نستعمل سبيشال أتاك الخاصة بالأكس. هيا، جيد، عد. ممتاز، هربت مرة أخرى. جيد، هربت. سيفعلها مرة أخرى. نعم، فعلها الكلب. الآن سنحاول تسيد عليه بتلك الطريقة فقط من أجل قليل من الهيفي دامج. مرة أخرى، راقب الشيء الذي سيفعله. جيد، هربت. الآن فرصتي. الهيفي أتاك قمت بتدميره أنا كذلك بالهيفي أتاك. الآن سأحاول تسيد عليه. جيد، أصابته. لن أستطيع التحرك يا أصدقاء بسبب هجمات الأكس، لأن ملأ الأكس وسأنتظره. ممتاز، هربت. ننتظر الهيفي. لا، ها هي الهيفي. ليتس جو، الآن دورك. نعم، على صح، هرب. أصبح سريع شيئا ما. عفوا، لم يهرب لكن أصبح سريع شيئا. الآن فرصتي، لأنه يقوم بسديد 3 مرات. هيا، بسرعة، جمده. ممتاز، أصابته. لم يفهم أي شيء في هذه الأثناء. تخيل، لم يستطع إصابتي ولا إصابة. أوكي، يري بانش. أوكي، هيا، for your king I will destroy you. I will destroy your mom. الآن جي أصابته جيدا في هذه الأثناء. لم يفهم المسكين أي شيء، واستطعت إيقاف هجمتي أصلا. سأحاول يا أصدقاء لكي لا يقوم. أصابني هنا، أصابني. رأيتم كم أنزلني من الهيلت؟ إصابة واحدة فقط، ضربة واحدة أنزلني الربع من الهيلت. قطعنا رأسه، دمرناه. ضربة واحدة أنزلني الربع من الهيلت. يعني إذا أصابكم هذا الشخص 3 ضربات، بالنسبة لي فايت مي ماي كينج أو لست متأكد ماذا يقول، تلك الضربة يقوم بأحد نصف من الهيل، ضربة واحدة فقط. وبهذا سنكون قد حصلنا على آرمر اسمها بيرزيرك. وبهذا يا أصدقاء سنكون قد استطعنا فعل هذه المهمة التنوية، قمنا بتدمير هذا.
هؤلاء البوصاج فإنهم منتشرون في الخريطة، يعني ممكن أن تعارك ضد واحد آخر فيما بعد. بعد اكتشاف طريقة معاركهم ستدمرونهم بسهولة صراحة. الآن سنكشف كيف في إمكانية تدمير هايمدول لدى هذا الشخص مهما تنوي كذلك يلكي أن تحدث معه. سأمر بسرعة كبيرة، إنه لا يهمني الأمر تقريبا، لكن سأقوم بمساعدته أكيد، فقط لكي نقوم بفتحها وستظهر. أوه هذا، فهمت يا رفيقي. المهم أحد التنانين لقد اختفوا، لا نعرف أين ذهبوا بالضبط. كما تشاهدون تلك الشجرة فإن كانت فيها تنانين، كان هناك تنانين يا أصدقاء فوق من الشجرة لكنهم اختفوا. الشيء الذي علينا فعله هو أن علينا إعادتهم، تلك هي المهمة الثانوية تقريبا. جوجي دروب نير، يجب علينا إيجاد دروب نير. سنحتاج يا أصدقاء لدروب نير، والشيء الذي سنفعله هو أننا سنقوم بصناعة شيء ما أو سلاح ما لكي نستطيع قتل هايمدول، لأن هايمدول خطير. هؤلاء الأشخاص حصلوا على دروب نير، والشيء الذي حدث هو أن أودن اعتقد بأن ميمير هو الذي قام بسرقة دروب نير، وبالفعل هناك مكان سري، منطقة سرية قاموا بوضع دروب نير فيها. هذا هو المكان السري. واو، وضعت دروب نير أسفل يا أصدقاء من المنزل، أسفل من الشجرة تقريبا بالقرب من أغصان الشجرة، وضع دروب نير. رأيتم الأرضية؟ أرضية ممتلئة يا أصدقاء بتلك الأشياء. لماذا الأرضية ممتلئة؟ والآن عليه البحث عن دروب نير. واو، ممتلئتهم بالخواتيم. نعم، ختم دروب نير، قاموا يا رفاق برابطه بذلك الحبل لكي لا يضيع، ووضعوه مع عدد هائل جدا من الخواتيم، حتى مثلا إذا جاء شخص ما فإنه لن يعرف ما هو أو أين هو دروب نير بالضبط. I'm gonna miss you little one. وبالفعل ووو طار طار طار، مشكل أمسك به في آخر لحظة. لو سقط دروب نير هناك من الصعب يا رفاق اكتشافه. أي تينك أتوقع بأن أمسك بها، أمسك بدروب نير. في النبوءات نتوقع ونعتقد بأن تير سيشارك في معركة راجناروك، لكن لحد الآن تير غير مهتم، هو جالس هنا يأكل ويشرب وينام ولا يفعل أي شيء. يحاول إقناعنا فقط بأن لا يجب علينا قتل هذا، لا يجب فعل هذا، لا يجب الدخول في المعارك مع هذا، لكن كريتوس غير رأيه الآن، وكذلك لم يرد الدخول في المعركة الأخيرة وهي معركة راجناروك، لكن من الضروري عليه فعلها الآن بعدما قام ابنه بالذهاب. هو يعتقد بأن أودن هو الذي اختطفه، ومنطقيا لقد اختطفه، لكن اختطفه يا أصدقائي بطريقة ذكية، فقط أرغمه على الذهاب هناك لكي يتعلم ويعرف الحقائق، وكلنا يعرف بأن إتريوس فضولي، يريد معرفة الحقيقة، يريد معرفة مزيد من المعلومات حول الجاينت. وحدث ما حدث فذهب. سيندري وبروك يتعاركون من سيذهب معنا يا رفاق لذلك المكان. بروك لا يريد من سيندري أن يذهب، وسيندري لا يريد من بروك أن يذهب. وإذا ركزتم جيدا فإننا مسجونون أصلا في ذلك المكان، لأنني حاولت يا أصدقاء الذهاب والخروج، لكن مع الأسف لم أستطع. الباب فإنه مقفول، لا يمكنكم الخروج من المكان نهائيا. والآن أودن يقوم باستغلالنا لكي نقوم بفعل تلك المهام من أجله. جئنا لهذا المكان، لا نعرف أين جئنا، لكن كأننا أسفل من كاف فورج كامب. واو، هذه الكامب الخاصة بالفورج، يعني هنا يقومون بتذويب الحديد. هناك تشيس، نقوم بأخذ هذه التشيس، وهي لكي نتحرك يا رفاق ونكشف ما يمكننا إيجاده. وبعد القليل من المعارك وصلنا لهذا المكان، وهناك تيبي. هاتي تيبي، لست متأكد من سيخرج، لكنني سأقوم بإخراجه، لن آجم. هيا أخرج يا المغفل، من أنت؟ واو، لم نخرج أي أحد، قمنا بإخراج فقط اللوت. شيء رائع، لو كانت جميع تيبيز مثل تلك تقوم بإخراج فقط اللوت، كنت سأكون سعيد جدا. توقعت بأن سيخرج لنا بوس ما نقوم بتدميره، لكن هذا لم يحدث. والآن وصلنا هنا، يجب علينا حل أحد الألغاز. علينا مرور من هنا. رأيتي هناك طريق. صراحة هذا الكهف فإنه طويل، تقريبا قطعت لكم نصف ساعة من اللعب، لأن تعاركنا معارك عادية جدا، لا يوجد تقريبا أكشن. والآن سنصعد، أخيرا وصلنا للنهاية. جميل، يعني أننا مررنا عبر الأنفاق. فريا قالت لنا سأتركك يا صديقي لكي تفكر هل بالفعل عليك صناعة هذا السلاح واستعماله لكي تقوم بقتل هايمدول أم لا. يعني أن فريا لن تتدخل من الآن، وصاعدا ستذهب وستتركنا نحن نفكر. نذهب مع بروك، من الجيد صناعة ذلك السلاح. لماذا قتلنا هايمدول أو لم نقتله؟ سيكون لدينا سلاح نستطيع حماية أنفسنا به استعمال. فريا، سيو ليتر يا فريا، راقب الشيء الذي سيحدث في عجلتنا. فوكي ياي، وذهبت فريا، تحولت يا أصدقاء للطير، ستذهب ستطير تستمتع بوقتها، ونحن مع صديقنا بروك سنتحرك يا أصدقاء وسنتابع المغامرات.
تقلق يا صديقي بروك لا تقلق، سأقوم بتدميراتهم الناس لن أهتم لأولئك الكلاب. هل ماتوا؟ واو مباشرة بعد تدمير الناس لقد ماتوا، شيء رائع هذا. وهناك طريق سرية هنا يا بروك، هل كينكشف ماذا يوجد؟ أعتقد هذا المكان الذي تتذكره، هنا تعاركنا ضد ذلك البوس. نعم هنا تعاركنا ضد البوس وهناك تيبي. أتساءل هل هاتي تيبي فيها وحش أم لا؟ تنين المستنقعات. واو 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 هنا يا رفاق خرج. مشكل 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 مشكل، خرجت هاتي، أمر غير معقول هذا. ساعدني يا صديقي ساعدني. واو واو رأيتم الهيلث لديها. لا 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 ستدمرني ستدمرني، عرفتها. هيا هيا نقوم بتدمير هذا. واو واو لا لا يمكن هذا لا يمكن هذا. أحسن أحسن أهرب. الآن سأقوم باستعمال الريج لكي نقوم بإعادة الهيلث. خطيرة يا صراحة بلا كذب، علي إصابة شوية. ساعدني يا صديقي بروك، بروك يقوم بتسديد المولوتوف. أحسنت يا بروك، ممتاز ممتاز. هيا هيا الآن جيد جيد جيد. أصابته أصابته. أهرب ممتاز، هربت. حسنا نغير نغير. أهرب أهرب جيد جيد. الآن دوري دوري دوري. حسنا 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 حسنا، حتى الآن نحن نقوم بدورنا على أكمل وجه. الآن سأصرفقها، ممتاز صرفقت أبوها الكلب، والآن سأسدد عليها. جيد 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 جيد. أهرب أهرب ممتاز، لحد الآن نحن نقوم بواجبنا وأكثر. أهرب أهرب جيد. تلك الهجمات الحمراء. واو 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 زقلتني زقلتني بنت الكلب. واو 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 زقلتني مرة أخرى. أهرب 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 ممتاز. أهرب أهرب. واو واو عرفت 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 بأن ستزقلوني بنت الكلب. خطيرة خطيرة. المهم هيا أهرب أهرب، نعود وراء بتلك الطريقة. خطيرة يا رفاق. واو 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 جيد جيد جيد. أهرب جميل جميل. عد عد ليست لدي هيلث لكي أستطيع العراك. حسنا واو 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 دمرها يا بروك، سدد عليها يا بروك، سدد سدد يا بروك سدد. بالنسبة لي أنا علي ملأ الأكس وانتظار ثواني. جيد هربت. أهرب ممتاز أهرب. سأحاول استعمال البليز أوف كيوس، لأن البليز أوف كيوس ستستطيع إصابتها عن بعد. أهرب أهرب أهرب. مشكل. واو 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 الهيلت عندي نزل، لو كانت لدي هيلت جيدة. هيا جميل أهرب ممتاز. الآن البليز أوف كيوس سبيشل أتاك لكي نركز مع بروك. جاي جاي البليز أوف كيوس سأقوم بتدميرها صراحة. ممتاز واو واو ليست لدي هيلت فاستطعت تدميرها يا صغير لوبيا. أحسن بغلت القبور الكلبة. أنا هيتها جيد نيو ضعنا. الآن إذا قمت بإدخال يدي لن يحدث أي شيء، ما قبل الشيء الذي سيحدث. أدخلنا اليد عادي جدا الحمد لله، جذبنا اللوت بلا أي مشاكل. هيا بروك انهينا العمل هنا، سنستمر في التحرك. وبعد مدة وجيزة من الطريق وصلنا لهذا المكان. الشيء الذي فعلنا قمنا بحل بعض من الألغاز هناك، جمت تلك فتحت هذا إلى آخره، وبعدها فتحت لنا الطريق لكي نصل هنا. وهنا في هذا المكان كانت هناك نيست في الفوق، قمت بتدمير تلك النيست. فقط لكي اختصر عليكم الشيء الذي فعلته، امر سهل تقريبا لم نفعل اي شيء مستعصي. والان هيا لكي اوه هناك تشيست سري هنا في هذا المكان، لم اكن اتوقع بان هناك تشيست سري هنا. جئت لا عشوائيا يعني، كان فيه من المال 800. واو 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 800 يا اصدقاء في ذلك التشيست السري. هو هذا المصعد الذي سنقوم باخذه، وسأظهر لكم هناك قرية بسيطة جدا هنا خاصة بالدوارفز، هم الذين يسكنون في هذا المكان، لكن لا يمكننا فعل أي شيء معهم ولا يمكننا أصلا الصعود للفوق، لست متأكد من التمرن فقط بالقرب منهم. وبعد هذا ها هو المصعد، بعدما قمنا بتدمير تلك النيس كانت يا رفاق قطعت الطريق علينا، الآن سنستطيع الصعود للقمة الفوق. بلا كذب صراحة يا أصدقائي المناظر في اللعبة خلابة جدا ورائعة، وها نحن اقتربنا من الصعود الجبال، أستمتع صراحة عندما تكون الشمس مشرقة ويكون هذا الجرافيك المشاهد السماء، الغيوم تشبه الحقيقة، السماء كذلك تشبه الحقيقة. تقريبا نفس الديزاين الخاص بريد ديد ريدمش، لأنني لعبت ريد ديد ريدمش عندما خرجت. واو خرجتم أنتم كذلك. هل لديهم الدرع يا صديقي؟ نقوم بأخذ هذه الهيلث. نعم لديهم الدرع الكلاب، حسنا سنقوم بتدميرهم على السريع. لا البوصات هم نوبز صراحة كبيرة يمكن تدميرهم. حسنا هي اللي كاينون هي ذلك. ممتاز لا
اوه توقعت بان انهاه الان. سنوي هذا المغفل جاي. اقوم باخذ الهيلث لان الهيلث عندي نزلت شيئا ما. وهي اللي كانوا تابع الطريق يا رفيق. بروك فرحان الان لان سيلتقي بالليدي. واو شاهدوا اين جئنا يا لروى. دخلنا وسط من ذلك الجبل، وداخل من ذلك الجبل هناك يا رفاقي بحيرة. لم أصابه هناك بحيرة يا رفاقي جميلة جدا. لا لا مكان رائع. نفعل الإيمين في الفوق الآن أصبح. ولدينا هنا هذا الجرس، هو عبارة عن جرس عملاق، يعني أن هذا الجرس يا أصدقائي سنقوم باستعماله لكي نقوم باستدعاء تلك الليدي، وبعدها سنقوم بمساعدة أملا ولا يشغل. أعتقد بأنها غواصة يا رفاق. نعم نعم هذا زجاج، زجاج غواصة. سنغوص سنغوص أسفل من النار. ليتس جو. الآن ما الذي علي فعله؟ أوه هناك علامة هنا. سنقوم بقطع بعض من الأجزاء لا لكي نستطيع إصلاح تلك اليد، وبهدف أننا سنغطس للأسفل وسنلتقي بالليدي. وهي لكي نقوم بتدوير هذا ونكشف هل سيشتغل الآن. نعم اشتغل. واو رأيتم لقد نزل ذاك. والآن سنغطس وسنستطيع التنفس أسفل من الماء. لقطة خطيرة هذه صراحة، لهذا السبب أردت إظهارها لكم. والآن الشيء الذي سيحدث هو أننا سنقوم بالالتقاء بهذه الليدي. Where is the forge؟ أين هي؟ أوش انتظروا. Here she comes. ها هي جاية. واو ما هذا؟ حرية البحر. الليدي هي حرية البحر. شيل شيل. أدخلت يدها يا رفاقي، حولت ذلك الزجاج لماء واستطاعت إدخال يدها. لا لا هاتي خطيرة هاتي. الآن سنقوم بإعطاء هذاك الشيء. قامت بأخذه. يا للروعة شاهدوا كيف هي. واو فيها الألماس في جبهتها، الألماس والذهب. واو خرجت الخواتيم. رقب عدد خرجت الخواتيم وخرج سكين. وشاهدوا ماذا تفعل الآن. وخرجت الحقيبة كذلك. واو قامت بتدوير الخواتيم مع السكين. هذا هو السلاح الذي سنقوم بقتل هايمدول به. لا يمكن هذا. رأيتم كيف صنعتها؟ صنعتها بسرعة كبيرة وفي مدة وجيزة. والآن ماذا تريد؟ She needs the final ingredient. تحتاج للوصفة الأخيرة. The blood of God. يعني أن كريتوس سيعطيها يده الآن. تحتاج للدم. هي الآن ستستعمل السحر لكي تصنع يا رفاق هذا السلاح. ذهبت عندها لكي تحصل على الدم. شيء وعم جرحتها أخذت الدم. لا لا هذا خاطئ. شاهدوا الدم كيف أخذته وكيف تتلاعب بالدم وسط من المياه. أوه صنعت اللوغو مرة أخرى. صنعت شيء ما. ذلك اللوغو ممكن أن لديها علاقة بكرييتوس. ورقم شيء ستفعله. حولت الدم لراية، وبعدها حولت السلاح لخاتم. هي تبتسم. سلاح خطير هذا الذي قامت بصناعته. ستعطيه لنا الآن. يا سلام أعطتنا ذلك الخاتم وفعلت المهمة. هاتي هي الليدي. أمر خطيرة، لقطة خطيرة. الآن كرييتوس سيرتدي الخاتم. ياي الحانت لحظة العودة الآن. أوو أخرج السلاح. يمكن إخفاء ذلك السلاح ويمكن إظهاره. دوفي فريتر almost forgot. مادام راقبوا هي لا تنظروا نهائيا لبروك. بليسيت فورس قال لها باركيه من أجلنا. وراقبوا الشيء الذي سيحدث. هي تنظر لنا الآن وقالت لنا مع السلامة وذهبت. لم تتحدث نهائيا مع بروك، كأن بروك غير موجود هنا. كوربوريال باديز. واو ميمير قال له بأنهم لا يتحدثون مع الأجساد بل يتحدثون مع الروح. لهذا السبب لم تتحدث مع بروك، لأن بروك هو جسد ليست فيه روح. سيصطدم الآن بروك. لا
لهذا السبب سيندري لم يرد من بروك المجيء إلى هنا والالتقاء بالليدي ببساطة لأن بروك ميت مع الأسف. السبير ستحتاج لمباركة شخص ما، لكن الأنسة التي ستعطينا المباركة مع الأسف لقد ذهبت. واو، وكريتوس يطلب الآن أن يبارك سبير مان بروك، بروك الذي ليست لديها روح. قال لا، كيف لشخص ميت ليست لديه روح أن يبارك؟ وهنا نستنتج أن بروك لقد مات وقام بإعادته بطريقة معينة، وهو الآن شخص بدون روح، يعني جسد عادي جدا، ولهذا السبب لونه أصبح أزرقا. هذا صراحة ما توقعه، لأن جميع الأقزام الذين التقينا بهم جسدهم عادي جدا، يشبه الأقزام العاديون مثل الناس، عاد بروك. بروك هو الشخص الوحيد الأزرق، لهذا السبب بروك عاد جسده لكن لم تعد روحه، لهذا السبب أصبح أزرقا، يعني أن الدم لا يجري فيه. لا، كيف مات بروك؟ ممكن أن يظهر كيف مات أثناء التختيم. لهذا السبب يا أصدقائي أتمنى منكم أن تقوموا بدعمنا بالضغط على زر لايك، نشر المقطع مع أصدقائكم، واشتركوا إذا كنتم غير مشتركين، وتحياتي لجميع الشباب الذين دعمونا منذ البداية حتى نهاية هذا التختيم. الأعداء الآن سنقوم بتجربة هذا السلاح. راقب راقب راقب، سريع طريقة ضربة هذا السلاح، سريعة سريعة. سأسدد على هذا الكلب بتلك، أقوم بتجميده. لا لا لا، هذا السلاح خطير، سلاح عالمي، سلاح رائع بلا كلام. مراقب يمكن التغيير يا رفاق لجميع الأسلحة. مزيد من الكلاب لقد جاء، انتظروا. حسنا، نقوم بإحراق هؤلاء المغفلون. بروك كذلك لديه سلاح الإحراق، سلاح خطير. جيد، تم تدمير ذاك، نقوم بأخذ الهيلت. أين أنت؟ هل مات ذلك الشخص أم تعلق؟ الشخص الآخر لا أعرف ما الذي حدث له، هل مات أم تعلق؟ قمنا بتدميرين، قمنا بتدميرين. نعم نعم، I will try it, don't worry. هيا لك، أنا أقوم بتدمير هذا الكلب، راقبوا. واو، سبير يا رفاق فعالة ضد هؤلاء المغفلين، هؤلاء المغفلون، سبير فعالة. يا سلام، رأيتم كذلك التجميد، سبير تقوم بتدميرهم. واو واو واو، لم أراه لم أراه لم أراه. حسن حسن، هيا دمير بسبير. واو واو واو، طعنا. لا لا لا، تلك السبير خطيرة. الآن بقي هذا المغفل فقط. راقب راقب، هجمات سبير. لا لا، السبير لديها هجمات قوية، هجمات سريعة وهجمات بسيطة. شي شي يس، رأيتم الشيء الذي حدث؟ سبير تستطيع استنساخ نفسها. لا يمكن هذا، لا 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 يمكن هذا. تي سبير فإنها أوفر باور يا رفاق. راقبوا، ماذا لو أرسلت سبير؟ راقبوا. واو 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 واو، شاهدوا. يا سلام، ماذا لو أرسلت ثلاثة سبيرز؟ راقبوا. لا لا لا، هاتي سبير خطير، هاتي سبير أوفر باور، هاتي سبير. تخيل يمكنكم تسديدها هكذا وهكذا، وبعد الضغط على مثلث وستنفجر. لا يمكن هذا. الآن نعم، سنستطيع الآن تدمير تلك الأشياء. بوم، جيد. والشيء الذي حدث هو أننا قمنا بصناعة طريق الآن. لا لا، سبير خطيرة، يمكنكم استعمالها في صناعة الطرق، يمكنكم استعمالها كذلك في تدمير الأعداء، وسنستعملها في تدمير هايمدول. هايمدول أخطر مقاتل لحد الآن على ما أعتقد. إذا تعارك فعلا هايمدول ضد طور، سيقتل هايمدول طور، لأن هايمدول يقرأ الأفكار وسيقرأ بسرعة كبيرة أفكار طور. مررنا في هذه المنطقة الضيقة جدا، وكأني سمعت شخص ما. نعم بالفعل، الوحوش الكلاب دائما سيأتون. لا لا لا، مشكل 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 مشكل، لقد قاموا يا رفاق بالدخول فيهم، لست متأكد كيف بإمكان إخراجهم منهم. مغفلون قام بالدخول فيهم، علي إصابتهم جيدا على ما أعتقد لكي يخرجوا منهم. صديقه حسنا، بوم، هيا دمرهم دمرهم. أحسن أحسن، أخرجناهم أخرجناهم من الكلاب. أنا سأقوم بإنهائهم بهذه الطريقة، لن أترك له المجال نهائي. مغفلون صراحة، نوبز يقومون بتقوية بعضهم البعض. والآن ما الذي يجب فعله؟ بطبيعة الحال على استعمال سبير هناك يا صديقي. ليتس جو، نصعد لتلك الضفة بسهولة. هناك وحش آخر، لماذا لا أستطيع ربطها هناك؟ أوه، هناك علامة. جيد، استعملوا مثلث. جيد جيد جيد، قمت بتكسير الحجرة، فتحنا الطريق على الأقل. لكنني أتساءل، من هنا، ممتاز، من هنا ستشتغل. ما دام لديكم الخاتم، لديكم عدد ما لا نهاية من السبير، نقوم بأخذ الهيلت.
حتى مثلا اذا خرج وحش هنا نقوم به. وا 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 بسرعه 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 جاي 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 امسكنا به اخرجنا امسكنا به. وهذا احد التنانين الذين يقطنون في تلك الشجره فهمنا قمنا باخراجه. جيد واحد على سته يعني لدينا سته تنانين علينا اخراجهم بهذه الطريقه. وهنا استنتج انه من الضروري ادخال يدينا في جميع تلك التيبيز الموجوده في الحياه. وهنا حصلنا على شيء جديد وهذه ستعطينا الديفنس والريونيك روعه ابجريد رائعه حصلنا عليها الان. وبعد هذا سنتحرك. هناك شيء ما ليست هيلت تمنيت لو هناك هيلت كان نحصل على هيلت جيده لكن هناك هذا الشيء لا يهم سنقوم باخذه كذلك. واو رايتم ذلك الوحش المغفل ويقوم بتدمير الاعداء الان. سنسدد هناك نفعل هذا والوحش سياتي عندي بطبيعه الحال. ممتاز هربت الان ساحاول اصابتها بالسبير. هي سبير خطيره من مزيد. انا الان افكر في الانتظار. دمره دمره اضربه احسنت يا صديقي. كلاب يسددون علي هناك حسن واو واو وحش اخر لقد جاء مشكل سياتون. لا لا من الضروري يا رفاق استعمال الرج والذهاب عند هذا وساخبركم لماذا. يجب علي تدميره لكي يغمى عليه. لا اضرب هذا يا ايها الكلب. هي بسرعه بسرعه لا يهمني لا الرايت سايد لا الليفت سايد. هيا بسرعه بسرعه على هذا المغفل ان يغمى عليه ايها الكلاب. هيا 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 بسرعه 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 ممتاز اغمي عليه اغمي عليه لكي استعمله يا رفاق واتحكم فيه. كلنا نتذكر لعبه جاد اوف وور النسخه السابقه. دور 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 يا ايها الكلب. ويدي منك تدمير هذا. دمر اخوك بالنسبه للاعداء الاخرون امرهم سهل. ممتاز ممتاز اغمي على ذلك المغفل كذلك لكنني لا اهتم كثيرا. جيد انتهينا الان ساقوم بتدمير هذا الكلب على السريع. هيا جيد سننهي هذا ننهي هذا. بالنسبه لاولئك الكلاب الاخر لا يهمني امرهم تم تدميرهم. الكلاب نوبز نوبز. هيا انتظر تلك احسنت استراتيجيه خطيره فعلتها في هذه المعركه. هيا هيا نقوم باخذ هذه الحجره يا ايها الكلب. احسن ضربتني بحجره خذ ضربتني بروكيت لانشر. انا ضربتك بحجره عفوا. دمره 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 جاي 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 يا ايها الكلب. ما هرب ساعدني يا المغفل اين هو. لازلت انت ليس سيندري. بروك بروك يا ايها الكلب دمرهم افعل شيء. ما يا بروك بروك هو جالس يتفرج فقط. توقعت بان سيقوم بانهاء على الاقل شخص واحد فاذا بي اتفاجا بان الثلاثه لا زالوا على قيد الحياه. الان شيء الذي سنفعله سنقوم باخذ اللوتينز. كلب بروك لم يتركني كي اركز هنا. حصلنا على الرونيك ليتس جو الهايدرا تشارج. يمكنني فعل الابجريد له اذا اردت. لا ضعيف ضعيف افعل لها الابجريد. وهناك حجره اخرى هنا كذلك يعني عدد الاحجار فان لا باس به في هذا المكان يمكن استعمالهم ضد اولئك الكلاب. اما بالنسبه لي انا ساكتشف فقط بهذا في هذا المقطع الشيء الذي سافعله الان. ان شاء الله نقوم اولا بارسال الحبل شاهدوا الطريقه. واو ارسل السبير وربط السبير هناك يعني يمكن النزول بسرعه البر. هذا الشيء الذي سافعله افعل الابجريد وتلك الاشياء الاخرى. ترقبوني بحلقه جديده من لعبتكم لعبات جاد اوف وار. حتى ذلك الحين انا معكم ياسين استودعكم الله وليدي الاصدقاء وداع ولا تنسوا بان السلامه وخير ختام.